في ماذا عن مثلا نوادي نوادي القضاة، نوادي القوات المسلحة، نوادي الشرطة، كل النوادي دي؟ بص حضرتك، الكلام واضح جدا ان الاعفاءات دي فيما يختص بالاقتصاد والاستثمار. يعني هناك اعفاءات اخرى مثلا للبحث العلمي مستمره، ما حدش جاي ناحيتها. لكن فيما يخص الاستثمار والاقتصاد، الحكومه والقطاع الخاص سواسيه. فيما يتعلق بالاقتصاد بس، فمثلا لو النوادي عليها 14% قيمه مضافه، ده برضو مثلا ممكن يكون في اعفاءات لنوادي معينه. لا بص حضرتك، طالما بعيد عن الاستثمار والاقتصاد ما حدش هيجي ناحيته، لكن اللي ما يمس الاقتصاد والاستثمار يعني هيتساوي. يعني واحد دلوقتي نادي مش طبعا هيتطبق عليه ما بيتطبق على ايه؟ اي واحد مستثمر كان بيعمل فندق. نعم. احنا بنتكلم بس على الفنادق بس عشان الامور واضحه. مثلا. فانت بتقول ان فنادق مثلا، تعال نتكلم على الفنادق، حضرتك قلت نموذج مهم، فنادق. ايوه. الفنادق التابعه لجهات او لاجهزه دي هتبقى هيطبق عليها هذا القانون الجديد؟ لا اعفاءات. احنا هنا بنتكلم على الفنادق الجديده ولا على ما ولا القديمه كمان؟ القديمه والجديده حضرتك القانون بيطبق على البلاد كلها. اصل انا لا اعفاءات. لا اعفاءات لأي حاجة تمس الاستثمار والاقتصاد. فالفنادق دي فيها نوع من الاستثمار، فيها شغل اقتصاد. خلاص مش هيتطبق عليها أي حاجة، لكن افترض لحضرتك إيه؟ فنادق بيستخدمها طبقة معينة بس، واخد بالك؟ الطبقة المعينة دي لها يعني طريقة حساب بينهم وبين بعضهم كأعضاء في هذه المجموعة، إحنا مالناش دعوة بيها، لكن أي واحد نزيل عادي بينزل في أي فندق، سواء ان ده مو فندق بتاع قوات مسلحه، فندق بتاع قطاع خاص، المعامله الضريبيه بايه؟ بالتماثل بينهم هما الاثنين. طيب.